شيرين رضا الهجوم على فيلم الملحد مفتعل ومصطفى درويش بيركب ترند. شيرين رضا مصطفى درويش معرفوش هجومه على إبراهيم عيسى كان مفتعل. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. شيرين رضا الهجوم على فيلم الملحد مفتعل ومصطفى درويش بيركب ترند. أكدت النجمة شيرين رضا أنها والفنان أحمد الفيشاوي أصدقاء، وأن تصريحاته السابقة بأنه طلب الزواج مني كانت هزارة، قائلة أنا ومحمد الفيشاوي أصدقاء، هو بيحب يهزر، هو كان بيهزر ولكن أنا مش هتجوز، لا هو ولا غيره، وما عنديش وقت لجوازة. وأضافت الفنانة شيرين رضا خلال حوارها ببرنامج حبر سرية مع الإعلامية أسماء إبراهيم على قناة القاهرة والناس: أنا فشلت في الجواز مرتين، وتعلمت من صغري لما أفشل في حاجة ما كررهاش مرة تانية، وبصراحة ما فيش حد أتجوزه. وسخرت قائلة: أنا حتى مش بتعاكس، واللي عايز يتجوزني لازم يحارب، ولا هو أنا هقدم نفسي على طبق من فضة. وعلقت الفنانة شيرين رضا على الهجوم على الإعلامي إبراهيم عيسى بسبب فيلم الملحد قائلة: الهجوم على إبراهيم عيسى مفتعل، وفيلم الملحد لا يتكلم عن الإلحاد، بالعكس والناس المفروض تستنى الفيلم يتكلم عنها، وأنا معرفش مصطفى درويش والهجوم كان ركوب ترند. شيرين رضا مصطفى درويش معرفوش هجومه على إبراهيم عيسى كان مفتعل. أكدت النجمة شيرين رضا أنها والفنان أحمد الفيشاوي أصدقاء، وأن تصريحاته السابقة بأنه طلب الزواج مني كانت هزارة، قائلة: أنا ومحمد الفيشاوي أصدقاء، هو بيحب يهزر، هو كان بيهزر ولكن أنا مش هتجوز، لا هو ولا غيره، وما عنديش وقت لجوازة. وأضافت الفنانة شيرين رضا خلال حوارها ببرنامج حبر سرية مع الإعلامية أسماء إبراهيم على قناة القاهرة والناس: أنا فشلت في الجواز مرتين، وتعلمت من صغري لما أفشل في حاجة ما كررهاش مرة تانية، وبصراحة ما فيش حد أتجوزه. وسخرت قائلة: أنا حتى مش بتعاكس، واللي عايز يتجوزني لازم يحارب، ولا هو أنا هقدم نفسي على طبق من فضة. وعلقت الفنانة شيرين رضا على الهجوم على الإعلامي إبراهيم عيسى بسبب فيلم الملحد قائلة: الهجوم على إبراهيم عيسى مفتعل، وفيلم الملحد لا يتكلم عن الإلحاد، بالعكس والناس المفروض تستنى الفيلم بيتكلم عن ايه، وانا معرفش مصطفى درويش والهجوم كان ركوب ترند. معلش بقى السن، مصطفى درويش يسخر من شيرين رضا بعد انكارها معرفته. سخر الفنان مصطفى درويش من تصريحات الفنانة شيرين رضا التي ادلت بها في برومو برنامج حبر سرية الذي يذاع على شاشة القاهرة والناس. وقالت شيرين رضا ردا على سؤال إعلامية أسماء إبراهيم حول رأيها في انسحاب مصطفى درويش من فيلم الملحد الذي كتبه الإعلامي إبراهيم عيسى، لترد شيرين: أنا ما أعرفش الممثل ده بصراحة. وعاد مصطفى درويش نشر تصريح شيرين رضا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا: معلش السن، ربنا يديك الصحة، وفي فرق أجيال ما بيننا، هتعرفي مين ولا مين. يشار إلى أن الفنان مصطفى درويش قرر اعتذاره عن فيلم الملحد لسببين: الأول أن مؤلف العمل هو الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، والثاني بسبب تصريحاته بأنه يزعم أن قصة المعراج وهمية وفقا لكتب السيرة والتاريخ. وقال درويش في منشور له عبر حسابي على إنستغرام: قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى ولا تظهر عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام، بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى، لأنه واضح أن الحرب دي ممنهجة، وأنا ما بلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني، ولو الثمن هيكون إيه. أسف جدا وأعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده. شيرين رضا الهجوم على فيلم الملحد مفتعل ومصطفى درويش بيركب ترند. أكدت النجمة شيرين رضا أنها والفنان أحمد الفيشاوي أصدقاء، وأن تصريحاته السابقة بأنه طلب الزواج مني كانت هزارة، قائلة: أنا ومحمد الفيشاوي أصدقاء، هو بيحب يهزر، هو كان بيهزر ولكن أنا مش هتجوز، لا هو ولا غيره، وما عنديش وقت لجوازة. وأضافت الفنانة شيرين رضا خلال حوارها ببرنامج حبر سرية مع الإعلامية أسماء إبراهيم على قناة القاهرة والناس: أنا فشلت في الجواز مرتين، وتعلمت من صغري لما أفشل في حاجة ما كررهاش مرة تانية، وبصراحة ما فيش حد أتجوزه. وسخرت قائلة: أنا حتى مش بتعاكس، واللي عايز يتجوزني لازم يحارب، ولا هو أنا هقدم نفسي على طبق من فضة. وعلقت الفنانة شيرين رضا على الهجوم على الإعلامي إبراهيم عيسى بسبب فيلم الملحد قائلة: الهجوم على إبراهيم عيسى مفتعل، وفيلم الملحد لا يتكلم عن الإلحاد، بالعكس والناس المفروض تستنى الفيلم بيتكلم عن ايه، وانا معرفش مصطفى درويش والهجوم كان ركوب ترند. شيرين رضا مصطفى درويش معرفوش هجومه على ابراهيم عيسى كان مفتعل.
أكدت النجمة شيرين رضا أنها والفنان أحمد الفيشاوي أصدقاء، وأن تصريحاته السابقة بأنه طلب الزواج مني كانت هزار، قائلة أنا أنا ومحمد الفيشاوي أصدقاء، هو بيحب يهزر، هو كان بيهزر ولكن أنا مش هتجوز، لا هو ولا غيره، وما عنديش وقت لجواز. وأضافت الفنانة شيرين رضا خلال حوارها ببرنامج حبر سرية مع الإعلامية أسماء إبراهيم على قناة القاهرة والناس، أنا فشلت في الجواز مرتين وتعلمت من صغري لما أفشل في حاجة ما كررهاش مرة تانية، وبصراحة ما فيش حد أتجوزه. وسخرت قائلتنا أنا حتى مش بتعاكس، واللي عايز يتجوزني لازم يحارب، ولا هو أنا هقدم نفسي على طبق من فضة. وعلقت الفنانة شيرين رضا على الهجوم على الإعلامي إبراهيم عيسى بسبب فيلم ملحد، قائلتنا الهجوم على إبراهيم عيسى مفتعل، وفيلم الملحد لا يتكلم عن الإلحاد بالعكس، والناس المفروض تستنى الفيلم بيتكلم عن ايه، وانا معرفش مصطفى درويش، والهجوم كان ركوب ترند. معلش بقى السن، مصطفى درويش يسخر من شيرين رضا بعد انكارها معرفته. سخر الفنان مصطفى درويش من تصريحات الفنانة شيرين رضا التي ادلت بها في برومو برنامج حبر سرية الذي يذاع على شاشة القاهرة والناس. وقالت شيرين رضا ردا على سؤال إعلامية أسماء إبراهيم حول رأيها في انسحاب مصطفى درويش من فيلم الملحد الذي كتبه الإعلامي إبراهيم عيسى، لترد شيرين أنا ما عرفش الممثل ده بصراحة. وعاد مصطفى درويش نشر تصريح شيرين رضا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا معلش السن، ربنا يديك الصحة، وفي فرق أجيال ما بيننا، هتعرفي مين ولا مين. يشار إلى أن الفنان مصطفى درويش قرر اعتذاره عن فيلم الملحد لسببين، الأول أن مؤلف العمل هو الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، والثاني بسبب تصريحاته بأنه يزعم أن قصة المعراج وهمية وفقا لكتب السيرة والتاريخ. وقال درويش في منشور له عبر حسابي على إنستغرام قررت أنا وصف درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى، لأنه واضح أن الحرب دي ممنهجة، وأنا ما بلش أبداً أكون أداة للحرب ضد ديني، ولو الثمن هيكون إيه، أسف جداً وأعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات، ما هو سبب هجوم شيرين رضا على مصطفى درويش؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.